ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من معهد الأسكندرية العالي للإعلام، ونستهلها بأبرز العناوين. زيارة طلاب المعهد لاستاد الأسكندرية الرياضي. طلاب الأسكندرية العالي للإعلام بوكالة أنباء الشرق الأوسط. تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد، وفي إطار الجانب العملي لمقرر أسس إنتاج المواد الإعلامية تحت إشراف دكتور يارا إبراهيم وأستاذة هند خالد، وقد أجرى طلاب المستوى الثالث بقسم العلاقات العامة والإعلان وحرص الطلاب على زيارة المرافق الإستاد والمركز الإعلامي وإجراء المقابلات داخل الإستاد، وقد جاءت تلك الزيارة حرصا من الأسكندرية العالي للإعلام على تنمية الجانب العلمي لأبنائه الطلاب. نظم معهد الأسكندرية العالي للإعلام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة اليماني عميدة المعهد دورة تدريبية بعنوان الترجمة الفورية والتتبعية الإعلامية، وذلك بمركز التدريب وكالة الأنباء الشرق الأوسط بالقاهرة. جاءت تلك الدورة التدريبية في إطار البروتوكول المبرم بين الوكالة والمعهد، وقد عقدت على مدار 5 أيام بداية من 24 من فبراير حتى 28 من الشهر نفسه. إلى هنا وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية، كانت معكم رحمة الشبيني، نلقاكم على خير.